هذا الكلام ينبني عليه حكم مشهور جدا وهي من مفاريد أحمد، وهو مسألة صوم يوم الشك. نحن قلنا إن رمضان نحكم بدخوله بأحد أمرين فقط، وهو إتمام العدة 30 يوما أو رؤية الهلال. لو أن الناس تراءوا الهلال ليلة 30 وكان الجو صحوا فلم يروا الهلال، نقول نجزم أن هذا اليوم من شعبان ويكره صومه ويكون رمضان اليوم الذي بعده. هذا اليوم يوم 30 من شعبان إذا تراء الناس فيه الهلال ولم يروه لأجل غيم أو قتر، شوف الفرق بين الثنتين، فلم يروه لأجل غيم أو قتر، فقد ذكر فقهاؤنا أنه يشرع صوم هذا اليوم وهو صوم يوم 30 من شعبان حال وجود الغيم والقتر لأجل الحديث فاقدروا له أي ضيقوا له، ولأنه ثبت عن 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من كبارهم عمر خليفة المسلمين وابنه عبد الله من كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في صغائر الأمور قبل كبارها، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرف بطائن أمره وحاله في بيته، ثبت عنهم أنهم كانوا يصومون يوم الشك حال وجود الغيم والقتر. وبناء على ذلك فإن صيام هذا اليوم مشروع، فيكون دائرا بين الإباحة والندب، بين الإباحة والندب، وقيل بالوجوب عند بعض المتأخرين، ولكن الأقرب أنه دائر بين الإباحة والندب. وأما إن كانت السماء صح فإنه منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. نعم.